ماير كمجال ذي قبيلي عاصمة قبل كه محمد أمين عمر عبدي أي حفيز كيسا كل سبوتنا وقبتي كابتن كحرك قبل كقبيلي أهنا ماذا حريرك عيارها واحدة دولة وسيد دقمة قبيلي عبد الرحمن جامع موسى دولاد وسفر وحبر الشوق بحدونا ذلك تركيا وحنا كل كسبوتين تام ماير كقبلي كوهلني أقاسمة واحدة رماء بالشدة أقاسمة واحدة دولك يحلبان أحمد سنجوب وحنا وماير كمجال ذي قبيلي هلك سيشا هذا الشرف كوجدون سيي أقامي حلق قبل كجبيلي عبد الرحمن جامع موسى دولاد شهد الشرف تاني أيام وتنسيه قامتي وناك سنيد يحلق قبل كا يقوله تاريخ جها يوسه هو قبل كجبيلي يدور كشريف كها أيو كلها هرمنت عيارها قبل كا يوربا هفكر كيم ردلا يديك فار إهير جلي وقرن وحلق سكة عدلا جسمه واحدة أرماء بلشدة يحلم أحمد سنجو وكابتن كقبل كا عبد الرحمن جامع موسى دولاد كسفي إنه ها شخصي كعام بحي تعدني مددال يدلق waxaan ay u rajeeyeen inuu lahay u fududeeyo safarka uu ku tagayo dalka Turkiga run ahaantii maanta farxad iyo qiimo ayaa ay noo tahay inaannu maanta halkan xaflad sabootina oo bari ah bay iska soo dabadhacaysay oo maanta tii ugu dambeysay oo aan ku sabootino Cabdiraxmaan Jaamac Muuse oo ah kaptankii gobolka Gibiley aan kana tirsanaa waxii dareemay bulshada khaas ahaan oo ah nin agtayad aad iyo aad ugu qaaliya حوير رقعتا كبدا كل تاريخ فربضن وأدركي سين وعذري كدعي ما المهم وجودن بيسي قبل كان قبلي سيد لو سبوتي لو سود ميني تيوم بيتنا كسيلو حيسا إنه ما أنت ما مركيجن ونقف كامن أيوه ماير محمد أمين عمر عبدي أهنا دقة غمدة إن أنا كسي سبوتي إنه عبد الرحمن أو كمد أه رهانتي آديات أيام مركي لي عبد الرحمن عن سعد الكيسا مقلي هذه أتبان قررت أنا قلت هانتي أي واحد يقول ربي بس رنا هانتي مين اللي قتيم بيا وصان قنا يا شاء الله تعالى السفر كيس وجب كده يا وبريبة والدولة يا أي واحد نقطتين ما أنت ما ملكه قبلكو وقصة مايو سقوطين وأنو أنا وسوق جب كمينه وبريها نور دمرنتين قيمتها عبد الرحمن magalada way ka socotay tiisha laba u dambeysay galo le filish lagu qabtay kulli dadweynaha gabla aad iyo aad bay ay u soo dhoweynayeen iyo maqaamka uu u taagan yahay ee ciyaaryahankaasi gobolka runtii waa wax u gashaday bulshada way intii arimaha bulshada ka shaqeynay gaar ahaan qaybtan sportiga ama ciyaaraha gobolka dadii sumcad weyn buu u soo jiiday oo ninka soo dhalalay way qaybtii uu isagu markaa ku aadanaa amaba uu wixil saarnaa oo adan tusaale soo qaadano imika systemkii u dambeeyay ee aanu soo bandhignay far ama caawini waxa weey garsooraha ama sirwaraha dewa halkii u dambeeyay caanka waxa weey lagu garnaqay ciyaartoyada يعني قبل إنه هو شو ناين وإلا هالك هكذا وين شيء تف مركب وقف مفكرة وواحد بدنا كسر كردي قبل هذا أول لنا واحد كلامه كمان ما هذا الحين بفرق قبل بالخبر هم بوقت لكن رنتي تي وا 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 واحد ندرن هاي تذكر مركب أنا قاعد يد من يعني قيمين لنا واحد ويان قيمه وسكوي يعلم ويه رنتي مركب سودوين تن يسقو تين تن يحفلها هم بدنا لقوا كمان يا واحد متسيتي ويادونا سميسي وي نلقى عبد الرحمن وانسيسي وتينا وانا نكو قرب تاقن هاي اقونتي حقا سبورت تقادو لهايد يا اقونتي كالا اما مادقا هايد با ومباد سو كردينيسا دا واحد نرحجيني اينا كسو نقن دوتا ديقو وحوي اقونتي سو ببحسدي وواحد بادان ادنا قوبالكا يو سمال لامبا سكر وحال كاسكا لما يركب مجال ذا محمد أمين عمر عبدي أو قست الشجعي مدري عبد الرحمن شامع دولاد وتشوجي واحد عيارها دولة دوس إنه كرو كعي هرمك دين على سبورتس كي قبل كو ما أنت رنتي كل كين إن أي نسقوني مي واحد داري هاي إن إنه ما مصنع أي نسقو تنو أو أي رنتي حريرون للا يا هاي حفلته يو مناسبة ذي سقو تين تها aynu ku sagootiyeenay Cabdiraxmaan Jaamac Muuse kaptankii xulka gobolka Gibiley isla markaana ahaa madaxii
واحدة عيارها يدو لدهوسة إن أنا مركا رنتي مع ملحان حفلتي جبجبدا هيدا أنا حفيز كي أنا كوكا بنو إسلام مركا أنا كوما مصنو شهادة شرف أنا وقت هرجالي مسؤوليتي وهي إيو واجبات هي سي مدتي وحلك هيش رنتي صدو قصاب حي أنا نكسي سقوطينو سأل جه الله رنتي عبد الرحمن شاع موسى وأنا إما أنت الحمد لله رب العالمين ده دي سيما جعيسو كلويهين صاد ريمسان سفر با وبحيا وأن هين ده سفر وينجهو ده تجيه له سفر وحبرشا إسوا وحبرشون وبحيا هذا نقبل يا قرن كواحوي سفر كيس السامين تو كويش معناه السويدين تلي وحوي تصالها مضن محاك أنا إنه عبد الرحمن وحوي هير كجارو runtii waxay tusaale u tahay dhalinyarta Cabdiraxmaan Jaac Muuse laba masuuliyadood buu hayay mid waxa ay idin u ahaa ciyaartoy ahna kabtankii xulka mid labaadna waxay ahayd xilka gaarka uu ka hayay dawladda hoose runtii labada xil iyo muddi uu de gobolka joogay ee uu ku jiray mihnada ciyaaraha qaabka uu dhaqmay un ba keentay inuu saameynta wanaaga intaa leey balaaran uu ku yeesho bulshada dhexdeeda ma aha in gaar loo jecel yahay saameynta uu ku yeesho bulshada iyo xafladaha munaasabadaha joogtada loo qabanayo ee gobolada iyo gobolkeenaba ka socda ma aha in gaar loo jecel yahay ma aha in wax gaar oo wax weeye ay waxyaalaha badan oo ay imika dadku isku maamusaan inuu ku sifeeyay laakiin waxa uu ku sifeeyay waa waxa weeye sharafta iyo wanaaga uu keenay waa dadnimadiisa akhlaaqdiisa kartidiisa iyo daacadnimada runtii uu shakhsiyan ku sifeeyay yahay howlaha uu yahay uu hayay kaga soo baxay sifooyinkaas waa sifooyinka qofka Soomaalida bilaadana looga baahan yahay qofka xilka hayana looga baahan yahay uguna muhiimsan nolosha qofka bilaadanka marka runtii Ilaahay baan subhaanahu wa ta'aala u weydiinayna Cabdiraxmaan inuu sifooyinka qiimaha leh dad isku wad kale dulqaad kale samir kale ay akhlaaqda iyo daacadnimada iyo kartida furaha u yihiin inuu Ilaahay sifooyinka ku sii wado oo u sugo oo noloshiisa inta ka hadhayna hab dhaqanka inuu ka aragnay inuu ahaado aanu runtii Cabdiraxmaan marka kabtanimada laga yimaado muddo uu xilka dawladda hoose ka hayay waxa aad iyo aad kor ugu kacay shaqada ay dawladda hoose qabanaysay xagga ciyaaraha waa ka warqabteenoo wareegyo joogta ah iyo howlo ciyaareed oo aad iyo aad u fara badan baynu gobolka ka qabanay isagaana hormood u ahaa xilkasnimada iyo howlkarnimada iyo halabuurnimaduna waa waxyaalaha runtii aad iyo aad ka inoogu baahanahay qofku inuu shaqada loo qabto oo hayo oo waxna ku soo kordhiyo iska xil saaro si daacadnimana uga soo baxo waa sifooyinka aad iyo aad ka qiimaha u leh maanta runtii aynu ku amaanano dhalinyarteenuna ay dareemi doonaan insha Allah taala horana ay u arkeen sportska gobolka wax weyn ba muddo uu joogay runtii iska bedelay marka waan ku amaananaa qaabkii uu ciyaartoyiisa isku waday qaabkii isku waday dhalinyarta kala duwan ee mihnada ciyaaraha runtii ku dhex jirta iyo maamulkaba isku xirayay aad iyo aad buu runtii ugu amaanan yahay Ilaahayna subhaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynaynaa halka uu tagayo inuu Ilaahay nabad ku geeyo kana soo faa'iideysto oo isagoo runtii intii uu hayay iyo in ka badan ba hayay runtii aynu isu soo noqono guud ahaan wuxuu bay tusaalana u tahay laynoogana wada baahan yahay ilaa umadeena inuu adeegna ama ciyaaraha noqoto ama qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada ha noqoto qof kasto xil haya ama mas'uuliyad in uu loo diray inuu runtii sida iskaga xil saaro ka mudan Cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu soo duceynaynaa si sharaf iyo maamuus labaan runtii ku sagootiyana Ilaahayna subhaanahu wa ta'aala ha kugu simo magaca iyo wanaaga aad leedahay waxaan ka marqaati ka cannaa in badan oo kubada kaaga wanaagsan oo ka waay aragsan oo wax weey ka waaweyn aad maanta ka magac weyn tahay
تام عنه ذو حوي واد سفوين كا إلى هاي كقوم النايستي أخلاق ذا يدّد نمذا يكرت ذا يدّع نمذا له مركّرنتي وقوة أماننا تلوج بهاي قف قبل هذا كينو واتع ضد حلال كاسر هي هاي بترنتي كم جعويناتي أو أتخس عمين بضطي dhalinyartana saasan runtii inay tusaale u Cabdiraxmaanu noqdaan oo ay aad iyo aad ugu dhireena waxa lagu dhireena inay hamigooda fogeeyaan qof kasto hamigiisa soo ururiya runtii waxa mustaqbalkiisa ay runtii laga arki kara qofku haduu aragti gaabnaado oo qabyaalad iyo reernimo iyo kala gur iyo waxyaalaha runtii maanta bulshadeena saameeyay oo faraha kula jiro waligii magaciisu meel ma gaar laakiin qofka hamiga fog dad isku wad kale dadku u siman yihiin dawad dareemisaano bulshadu runtii ka dhex muuqda ka dhalinyarta waxaan ugu runtii baaqanaa inay waxa weeye dad hami fog ay noqdaan dadka wanaagsan ay ku daydaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay nabadgelyo waa ku soo duceynaynaa ilaahayna runtii meel joogto oo wanaag ويا لحاتشي تلفشن كقرنكا قبلي